قصص تجلت بالمآثر والعبر، تبيانها يزدان في أبهى الصور. فيها لأهل الحق نبراس الهدى، تدعو إلى الرحمن أرواح البشر. ذكرى من الماضي أتتنا لليقين، تلك القرون وذاك تاريخ السنين. اترك خيال الفكر يبحر كل حين، تلقى على الآفاق أسرار الخبر. قرآننا بالخير منهاج السلام، فيض المعاني سحرها بين الأنام. إعجازها قد فاق أوصاف الكلام، فاسمع بما جاءت به أغلى القرآن. قصص تجلت بالمآثر والعبر، تبيانها يزدان في أبهى الصور. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مجددا مع هذه المائدة الشهية العظيمة مع قصص القرآن الكريم، نلتقي لنتعظ، لنعتبر، لننهل من هذا المعين الصافي مع قصة أبي الأنبياء الخليل إبراهيم عليه السلام. كل الأنبياء الذين جاءوا بعد إبراهيم من نسله كرمه الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف، وله مواقف عظيمة. إبراهيم عليه السلام مدرسة في الخير، مدرسة في الإيمان، وأول مواقفه مع قومه، يعني بدأ الصراع مبكرا مع قومه وأهله. تخيل، الذي كان يصنع الأصنام وكان سادنها هو أبو إبراهيم، تخيل هذه المأساة. وكان الخليل إبراهيم عليه السلام وحده أمام هذه الأمة الجاهلة التي تعبد أصنام، تصنعها من الخشب بيدها وتعبدها. فأخذ معهم بالحجة والمنطق العقلي والسنن الكونية ليقنعهم بالحقيقة التي تقر بها القلوب والعقول، الحقيقة وحدانية الله سبحانه وتعالى، أنه المستحق وحده للعبادة، وأن هذه الأصنام يعني مخلوقات عاجزة. ونوع الحجج وأقام البراهين العقلية، ولكن هذا كله لم يجدي أمام العقول المتحجرة التي تأبى أن تقبل الحق. ففكر في أسلوب آخر، لم ييأس ولم يتوقف، يعني لم يقل أنا عملت اللي علي، وإنما أراد أن يستخدم أسلوب آخر، ولكنه يعني الأسلوب في مخاطرة. تركهم حتى خرجوا من البلدة في يوم عيد لهم إلى أطرافها، وذهب إلى الأصنام في مقرها وحطمها جميعا، مال عليها بالفأس حطمها، أبقى الكبير، طبعا كبير في الحجم لكنه في النهاية خشب وجماد، وعلق الفأس في رقبته أو في يده. لماذا يعني الخليل إبراهيم عليه السلام حطم هذه الأصنام؟ وهو يعني بالمنطق أنه ممكن أن يصنع غيرها، ولماذا علق الفأس في رقبة أو في يد كبير أصنام كبيرة حجما؟ كان له حكمة من ذلك، أن يقدم لهم دليل مادي محسوس على عجز هذه الأصنام وعدم قدرتها أن تحمي نفسها أو تنفع نفسها. فإذا وصلوا إلى هذه القناعة سيبحثوا عن الإله الحق. الإنسان المشغول بالشرك والمبتلى بالشرك، المصاب بداء الشرك، الذي يعبد غير الله سبحانه وتعالى، لن يقبل
حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا بعد أن يقتنع بأن ما يعبده من دون الله لا يستحق العبادة وأنه عاجز. فلابد أول من إزالة هذا الوهم. فأقام لهم الدليل المحسوس، الجدل العقلي لم يفد والبراهين العقلية لم تجدي معهم، فقدم لهم الدليل المحسوس، حطم الأصنام، تعالوا شوفوا الأصنام. جاءوا وجدوا هذه الأصنام محطمة، مفزوعين، من فعل هذا؟ فالجواب عن هذا السؤال سهل، من فعل هذا سهل، إبراهيم عليه السلام هو الوحيد الذي كان يزدري هذه الأصنام وكان يحاربها وكان يدعو إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وسط هذه الأمة الجاهلة. كان معروف، كان مجاهر ومعلن بدعوته مع أنه كان وحيد. فجاءوا إليه غضبانين، أنت فعلت هذا؟ فأراد أن يعمل لهم صدمة عقلانية، قال لهم كبيرهم هذا، انظروا إلى الفأس معلق فيه. فهم يعرفون أن هذه أنه لا ينطق. فهنا أدركوا الحقيقة، يعني الصدمة التي كان يريد الخليل إبراهيم عليه السلام حدثت، توصل إلى ما يريد، وأدركوا الدليل المحسوس أمامهم، أدركوه تماما، أدركوه وكادوا أن يؤمنوا، أدركوا الواقع المحسوس، هذه الأصنام محطلة لم تستطع أن تدافع عن نفسها، وشهدوا على أنفسهم، قالوا بل أنتم الظالمون، شهدوا على أنفسهم بالظلم. ولكن سبحان الله حدثت الانتكاسة، ثم نكسوا على رؤوسهم، حدثت الانتكاسة، فردوا الحق وليس عندهم أي حجة، وتوقفوا عن المحاججة وعن السؤال والأخذ والرد في الكلام، ولجوا إلى الأسلوب الذي يلجأ إليه كل ظالم مستبد، البطش. قالوا حرقوه، فقرروا أن يحرقوه انتصارا لآلهتهم وانتقام، وجمعوا الحطب ليشعلوا نارا عظيمة، لم يكن هناك داع لها، لكن الحقد الذي ملأ قلوبهم، فأوقدوا نارا عظيمة كبيرة على حجم الحقد الذي في قلوبهم، وألقوه في هذه النار منتظرين أن يتحول إلى رماد في لحظات، فيفاجأوا أن النار لم تأكل من إبراهيم عليه السلام إلا الوثاق الذي قيدوه به فقط، وخرج أمام أعينهم سليما معافى عزيزا منتصرا. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن إبراهيم عليه السلام قال كلمة فنجاه الله سبحانه وتعالى بها، وأمر النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، ليس بردا مؤذيا بل برد سلام. قال حسبي الله ونعم الوكيل، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فنجاه الله سبحانه وتعالى بذلك. أيها الأحبة الكرام، لابد أن نستفيد من هذا الموقف من هذا النبي العظيم. وأعظم فائدة أيها الأحبة الكرام أن العدد، كثرة العدد ليست دليلا على الحق، وأن الكلمة التي يقولها كثير من الناس يبرر لنفسه فعل معين مخالف للشريعة، يقول كل الناس يعملوا كذا، ده خطأ. كثرة العدد واجتماع الناس على فعل شيء أو تركه ليس دليلا على أن هذا حق، قد يكون الحق مع واحد، فكان الحق مع الخليل إبراهيم عليه السلام. يجب أن نتخلى عن هذا الأسلوب أن نمشي وراء الغالبية والكثرة، لا، نتبع الحق بدليله. ومن الشواهد العظيمة أيها الأحبة الكرام أن المبادئ العظيمة لا تتحول إلى واقع إلا إذا وجد نوع معين من الرجال. المبادئ وحدها لا تكفي، لا تتحول إلى واقع إلا بوجود نوع معين من الرجال. من هم؟ نأخذ كذا لمحة عن أنواع الرجال. هناك رجال، يعني الرجال والمبادئ، هناك رجال يعملون بالمبادئ، وهناك رجال يعملون بالمبادئ ويدعون إليها، وهناك رجال يعملون بالمبادئ ويدعون إليها ويضحون لأجلها. هذا النوع الثالث، ضع تحته خط أحمر، هذا النوع الثالث هو المطلوب حتى تتحول المبادئ إلى واقع. رجال يعملون بالمبادئ ويدعون إليها ويضحون لأجلها. أخيرا أيها الأحبة الكرام، أنه لا يمكن أن الحق يهزم لفارق الإمكانات فقط، وأن الحق أهل الحق
يعني يستدلوا ويمحى وجودهم فقط لفارق الإمكانات، وتكون الغلبة لأهل الباطل بسبب فارق الإمكانات. لابد أن هناك سبب آخر، هذا السبب أن أهل الحق قصروا في العمل بهذا الحق، أو قصروا في الدعوة إليه، أو قصروا في التضحية لأجله. هنا يحدث الخلل ويتفوق أهل الباطل على أهل الحق. فإذا عاد أهل الحق إلى الصواب فعملوا به ودعوا إليه وضحوا لأجله، فإن هنا ينحسر الباطل وأهله، وتعلو كلمة أهل الحق، ويكون لهم التمكين في الأرض. نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم جملنا بالإيمان وزيننا به رب العالمين، وجعلنا من المتأسين المقتدين بالأنبياء والمرسلين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبد الله الجفالي الخيرية ومكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان، فرع جدة. قصص تجلت بالمآثر والعبر، تبيانها يزدان في أبهى الصور، فيها لأهل الحق نبراس الهدى، تدعو إلى الرحمن أرواح البشر. ذكرى من الماضي أتتنا لليقين، تلك القرون وذاك تاريخ السنين، اترك خيال الفكر يبحر كل حين، تلقى على الآفاق أسرار الخبر. قرآننا بالخير منهاج السلام.